ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين وبخير. معاكم دكتوره هاجر مصطفى عبد الرحمن. النهارده هتكلمكم في موضوع جميل جدا، وهو ازاي نزود الميتابوليزم بتاعنا او نعمل بوست للميتابوليزم او نزود الحرق. شويه نقاط بسيطه خالص ممكن نغيرها في اللايف ستايل بتاعنا، ممكن تفرق كتير قوي معانا. اول حاجه بقى عشان نزود بيها الميتابوليزم بتاعنا او نزود نعمل بوست للميتابوليزم او المعدل بتاع الحرق بتاعنا، وهي الرياضه. الرياضه طبعا بتزود الحرق، بس مش اي رياضه، هي الرياضه السترينث ورك اوت او اللي هي التمرينات المقاومه، بتزود اكتر من الحاجات اللي هي الكارديو. يعني مش لازم ان احنا هنلعب تمرينات مقاومه نبقى بيج رامي او نبقى مثلا في كمال الاجسام، لكن حاجات خفيفه زي السكوات، زي مثلا نلعب بدمبلز 5 او 10 كيلو. الحاجات دي كلها هتزود المعدل بتاع الحرق بتاعنا او هيعمل بوست للميتابوليزم بتاعنا، لان ده بتزود لي الكتله العضليه او النسبه بتاعت العضلات اللي في الجسم، ودي طبعا بتزود الميتابوليزم. ابحاث كتيره قوي اكدت ان كل ما الكتله العضليه في الجسم بتزيد، الحساسيه بتاع هرمون الانسولين اللي هو الهرمون اللي بيخزن عندنا الدهون بتاع يعني الستورج هرمون، الحساسيه بتاعته بتزيد. يعني بيبقى المقاومه بتاعت الانسولين اللي في على السنسور بتاعته او الاستوعبات اللي على الخلايا بتقل، وبالتالي ما دام احنا الحساسيه بتاعت الانسولين بتزيد، يعني الهرمون بتاع الستورج او اللي بيخزن عندنا الدهون بيبقاش موجود، كل ما بيبقى احنا بنحرق اكتر من الطاقه وبنستهلك اكتر من الطاقه ومن المخازن بتاعت الدهون، ده بيبقى في حاله الحرق بدل ما بيبقى في حاله تخزين ووجود الانسولين. طبعا زي ما احنا متعودين هتلاقوا في الديسكريبشن بوكس تحت كل الابحاث اللي انا بكلمكم عليها من ناحيه السترينث ورك اوت او التمرينات اللي هي المقاومه. طبعا زي ما قلت لكم مش لازم تبقى حاجات جامده، ممكن حاجات زي سكوات، زي البوش اب، زي تتمرنوا بدمبلز 15 كيلو، مش لازم حاجات جامده، بتزود الكتله العضليه فهتزود لنا الحساسيه بتاعه الانسولين، فبالتالي هتزود الحرق بتاع الطاقه، لان هنبقى احنا في المود بتاع الحرق مش في المود بتاع التخزين عشان الانسولين مش هيبقى طالع. كل الابحاث دي هتلاقوها في الديسكريبشن بوكس، حاطط لكم اللينكات بتاعتها زي ما احنا متعودين عشان لو حد حابب يقرا او يعرف التفاصيل بالاكتر. تاني بقى حاجه هتزود لنا الميتابوليزم او تعمل بوست للميتابوليزم بتاعنا، هو ان احنا نزود البروتين في الوجبات اللي احنا بناخدها. يعني في الوجبه الاولى الثانيه الثالثه نهتم بعنصر البروتين او النسبه بتاعت البروتين في الوجبه، وده لان البروتين بيعتبر اكتر الماكروز مشبع، يعني من ناحيه الفات والكربوهيدرات والبروتين اكتر واحد فيهم بيعمل لنا اشباع هو البروتين. كمان الجسم بيستهلك عليه مجهود عشان يهضمه وعشان خاطر يكسر السلاسل بتاعت البروتين ديت لحاجات بسيطة وامينو اسيدز والحاجات دي. زائد ان البروتين كمان مهم ان احنا للخطوة الاولانية اللي احنا قلنا فيها هنتدرب سترينث ورك اوت او رياضة مقاومة او تمرينات مقاومة، هنبقى محتاجين ان احنا نعمل ريبير او نعمل ريبيلد للعضلات، للفايبرز بتاع العضلات اللي هو ممكن يكون اتكسر في خلال التمرين، او محتاج ان الجسم بقى عايز يكبر الكتلة العضلية ديت عشان يقدر يستمر في التمرين ده، فهيبقى محتاج البروتين، لان هو البروتين ده بيعتبر اكتر الوظيفة بتاعته ان هو بيعمل ريبيلد، مش زي مثلا الكربوهيدرات والدهون الوظيفة بتاعتهم الاساسية ان هم بيعتبروا مصدر للطاقة. البروتين بيعتبر مصدر للبناء، سواء بناء عضلات، خلايا، هرمونز، انزيمز، الحاجات دي كلها. فبالتالي مهم البروتين ده ان احنا ناخده علشان خاطر يعمل ريبير وريبيل للمسلز، للنقطة الاولانية اللي احنا قلنا عليها هنعمل تمرينات مقاومة، وكمان علشان خاطر بيشبعنا في خلال الوجبة، فبالتالي هيقدر يكملنا للوجبة التانية من غير ما نجوع في النص ونحتاج لسناكينج. وما دام احنا قعدنا فترة طويلة من غير ما بناكل، فالجسم بيبقى في حالة المود بتاع التكسير او الهدم او زيادة الميتابوليزم، بدل ما احنا ناكل حاجات مش بتشبعنا في الوجبة، فبالتالي نضطر ناخد سناك في النص فنكسر الحالة بتاعت الهضم والاستهلاك بتاعت الطاقة ديت، نحول الجسم من الحالة دي للحالة بقى بتاعت التخزين ويطلع الانسولين ونقعد نخزن في دهون. فده البروتين بيساعدنا ان احنا نكمل للوجبة اللي بعديها من غير ما نضطر ان احنا نحول المود بتاع الجسم، وبالتالي بيزود لنا الميتابوليزم كمان بتاع الجسم. تركيبة علشان نعمل بوست للميتابوليزم او نزود الحرق بتاع الجسم، هو ان احنا نقلل شوية من الكربوهيدرات او الحبوب.
او الادد شوجر اللي في الموجوده في الاكل، السكر، وخاصه الحاجات اللي بتبقى ما فيهاش سكر وبيتحط لها سكر، زي مثلا لو جبنا حاجات فواكه مجففه. الفاكهه نفسها فيها فركتوز كمان، فيها لو لاحظتوا في المكونات بتاعه اي فاكهه مجففه، في الزبيب، الاناناس، المانجا، القراصيا، المشمش، الحاجات، كل الفاكهه المجففه لو لاحظتوا في المكونات بتاعتها هيبقى فيه سكر مضاف ليها. لو مفيش سكر مضاف ليها هتلاقوا الطعم شويه مش مزز شويه، او كمان هتلاقيها ناشفه. كل الفاكهه اللي بتبقى طعمها حلوه وجميله ومجففه زي الجمال ده بيبقى فيها اديد شوجر. الزبادي، الزبادي اللي هو فيه فليفرز، اللي هي بيبقى فيه مثلا زبادي بالفراوله، زبادي بالتوت، زبادي مش عارفه بالخوخ، الحاجات دي كلها برضو مضاف لها سكر. طيب ايه المشكله في السكر، وازاي لو شلنا السكر ده هتزود لنا الميتابوليزم ومعدل الحرق بتاع الجسم؟ دلوقتي لما بناخد حاجات سكر او كربوهيدرات كتيره بيطلع الانسولين، وكل ما في الانسولين بيطلع مستواه عالي في الجسم او في الدم بيقلل لي شويه من الانكابلنج انسولين. هحط لكم برضو الدراسه زي ما احنا متعودين في الديسكريبشن بوكس عشان تقروها لو حد حابب يقراها بالتفصيل. الدراسه ديت او في كذا واحده كمان تانية بتقول ان لما بيبقى الانسولين طالع في الجسم او في الدم كتير، الانكابلنج بتاع الميتوكوندريا بيقل. يعني ايه الكلام ده؟ الميتوكوندريا دي اللي هي زي كده المخازن بتاعة الطاقة عندنا في الجسم اللي بتطلع لنا الطاقة. في حاجة اسمها ATP اللي هو الأدوسين تراي فوسفيت، ديت الميتوكوندريا بتقوم كسرة محولة ل ADP وبتطلع لي ذرة فوسفور اللي هي بتدي لي الطاقة بقى والإنرجي. طول ما الانسولين عالي الانكابلنج ديت بيقل، فبالتالي بيبقى الانرجي عندي بتقل، فاستهلاك الطاقة عندي بيقل. ف لما بنقلل الاخذ بتاع الكربوهيدرات او السكر، وخاصه الادد شوجر او الحاجات اللي هي مضافه للاكل، السكر من بره او السكر الابيض عامه، لما نقلله هيقلل الانسولين وبالتالي هيزود لي من الكابلنج اي تي بي، فبالتالي هنستهلك طاقه اكتر وانرجي اكتر. كده للفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون كان مفيد ليكم كلكم، واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي معايا دكتوره هاجر مصطفى عبد الرحمن. وما تنسوش تشوفوا الديسكربشن بوكس تحت في الحاجات اللي انا اتكلمت عليها في خلال الحلقه، والابحاث اللي انتم محتاجين لو عايزين تقروا فيها اكتر باستفاضه. واشوفكم الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.